خلينا نروح لمحافظة اسكندرية مع مراسلنا وزميلنا محمد الخطيب علشان يرصد لنا الصورة هناك. صباح الخير يا محمد. بس احنا كده تمام. محمد صباح الخير، وصف لنا الصورة عندك. محمد مشاهدين، يمكن المشهد في محافظة الإسكندرية هو يعني مشهد تعودنا ان احنا نشوفه طبعا، يمكن في الساعات الاولى من صباح كل يوم. النهارده اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية، يمكن زي ما انتم شايفين الصورة خلفي وجود طوابير من الناخبين اللي دايما بيكونوا حريصين ان هم يكونوا موجودين قبل فتح اللجان بالساعات الرسمية، يعني من 8:30 لغاية دلوقتي في وجود مكثف من قبل الناخبين علشان يشاركوا في العملية الانتخابية. الحقيقة النهارده يمكن الجو كمان في محافظة الإسكندرية كان يعني في بداية اليوم يعني مقبل على انه يمطر، بس دلوقتي مع يعني مع طلوع الشمس بدأ الموضوع يعني ياخد شكل مختلف، بدأ يبقى في اقبال اكتر من الناخبين على التواجد في المقرات الانتخابية. المشهد في محافظة الإسكندرية الحقيقة هو مشهد يعني قوي جدا، في بداية كل يوم بيبتدي بداية قوية، الناس بتكون حريصة ان هي تبقى متواجدة في المقرات الانتخابية قبل فتح اللجان. العملية الانتخابية منتظمة جدا، بتسير بشكل مرتب جدا. النهارده اللجان يعني فتحت زي ما احنا متعودين وزي ما احنا دايما بنشوف انه الساعه 9 صباحا فتح باب فتح اللجان لاستقبال الناخبين من جميع يعني الاماكن اللي موجوده في محافظه الاسكندريه. محافظه الاسكندريه استعدت على مدار الايام اللي فاتت بتجهيز كافه المقرات الانتخابيه والاستعداد للادارات والاستعداد للشوارع والتواجد الامني المكثف والتواجد الشرطي المكثف داخل الشوارع عشان ما يكونش فيه زحام ولا يكون فيه تكدسات. يمكن كمان انا يعني قدامي مشهد هتشوفوه يعني قدام حضراتكم دلوقتي، يعني هو مشاركه كبار السن من السيدات اللي دايما حريصين ان هم يكونوا متواجدين داخل اللجان الانتخابيه والمقرات علشان بيأكدوا انه مهما كان الواحد من العمر انه لازم يشارك في الانتخابات، سواء انتخابات رئاسية او حتى انتخابات برلمانية. اي استحقاق انتخابي او اي استحقاق دستوري ده يعني حق من المواطن للبلد، وحقه هو كمان انه يشارك بدوره في العملية السياسية في اي استحقاق. لكن بشكل عام المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية هو مشهد مرتب جدا، هناك انتظام، هناك يعني التزام من جميع سواء كان من المواطنين ملتزمين جدا بجميع قواعد اللجنة العليا للانتخابات وتطبيقها بالفعل، لا توجد هناك اي تجاوزات او اي خروقات. يعني النهارده اليوم الثالث بقالنا يومين بنتابع الانتخابات، ما فيش اي تجاوزات سواء كان من الناخبين او حتى من وكلاء المرشحين، ولا اي تجاوز ولا اي حتى اي يعني اي عقوبات. يمكن كمان الابرز امبارح في اليوم الثاني كان في وفد دولي من ائتلاف نزاهه الانتخابات الرئاسيه، اتكلمنا معاهم وكان هناك اشاده كبيره بتنظيم العمليه الانتخابيه داخل محافظه الاسكندريه، وهم كان ليهم يعني متابعه على حوالي 2500 لجنه انتخابيه من جميع محافظات الجمهوريه. اتكلمنا معاهم واكدوا ان اللجنه الانتخابيه او العمليه الانتخابيه في مصر بتسير بشكل منتظم وبشكل ناعم وبشكل مرتب. ويمكن هم كمان يعني كان عندهم يعني استغراب انه نسب الشباب كبيره على نسب كبار السن على نسب السيدات، فكان عندهم يعني اندهاش من هذا المزيج من اطياف الشعب المصري اللي دايما بيبهر العالم انه دايما متواجد ودايما حاضر وبقوه في اي استحقاق انتخابي. ده فيما يخص يعني المتابعه الدوليه واللي كان ليها طبعا ملاحظات ان هي ملاحظات ايجابيه، ملاحظات اشاده بالحضور وبالتنظيم وبكل التنسيق بين جهات الدوله المعنيه. طبعا في ايضا يعني كان هناك جوله لمحافظ الاسكندريه تفقد خلالها طبعا المقرات الانتخابيه في جميع يعني المحافظه، واكد على هناك الاستعدادات كامله ومستمره لتقديم كافه التسهيلات والتيسيرات لجميع المواطنين، سواء كان طبعا لكبار السن، في ناس بتيجي على كراسي متحركه وناس يعني عندها امراض مزمنه فالتحرك بالنسبه لها بيبقى صعب، فده طبعا المحافظه بتقدم هنا تيسيرات كبيره عشان الناس تيجي وتدخل اللجنه وتدلي بصوتها بكل حريه وبكل سريه وبكل امان. المشهد الانتخابي زي ما بناكد عليكم المره الثانيه في
اليوم الثالث والاخير من الانتخابات الرئاسيه، وفي اللحظه اللي احنا بنتكلم معاكم فيها المشهد يعني بيسير بشكل منتظم جدا وبشكل مرتب وبشكل جميع وبشكل حريص على ان الجميع يعني بيدلي بصوته في العمليه الانتخابيه علشان يشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ مصر. ارجع لك مره ثانيه في الاستوديو. بشكرك جدا زميلنا محمد الخطيب، كان بيرصد لنا متابعة سير العملية الانتخابية في محافظة الإسكندرية.